نعم محمد، صباح الخير، وصباح الخير على كل متابعي هذا الصباح على شاشة النيل الأخبار. لا تزال فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم مستمرة. بعد قليل إن شاء الله هناك جدول أعمال زخم للغاية في اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم. هناك سبع جلسات تعقد اليوم بالتوازي، هناك ثلاث جلسات منهم مخصصة للتعامل، كيفية التعامل مع بعد جائحة كورونا، دور الفن والفنون المختلفة للتعامل والتعافي ما بعد جائحة كورونا، دور المؤسسات الدولية في دعم الدول للتعافي من جائحة كورونا، وأيضا ما هو مستقبل العمل وما بين هلالين ريادة الأعمال في التعامل والتعافي مع جائحة كورونا. هناك أيضا جلسة أخرى هامة تعقد صباح اليوم خاصة بدور المؤسسات الدولية في إعادة الإعمار لمناطق الصراع، وهذه جلسة هامة للغاية، لابد للمجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته فيما يتعلق بالتعامل مع تبعات الصراعات التي كنا نتابعها في منطقة الشرق الأوسط، الدول التي عانت كثيرا من مولات الإرهاب والتعامل مع مخططات التقسيم والتفتيت، ومن ثم هناك مسؤولية أخلاقية واجتماعية وسياسية وكل ما تقل على المؤسسات الدولية لإعادة أعمار هذه الدول. هناك أيضا التعامل مع جلسة أخرى هامة، معدلات الفقر والتعامل معها على المستوى العالمي، ومن ثم نحن أمام جلسات أخرى متعددة ذات زخم كبير تشهدها النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم. وبالتأكيد الأهم في هذا الأمر هو أن نسمع رأي الشباب، كيفية تعاطي الشباب وآراء الشباب وكيفية تعاطيهم وتفاعلهم مع هذه القضايا التي باتت قضايا ملحة على الأجندة العالمية. هناك أيضا عدد كبير من الشخصيات الهامة وتواصل ما بين الأجيال تشهده النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم. تحدثنا في بداية المنتدى وفي ورشات العمل التحضيرية عن الجيل زد. ما هو الجيل زد؟ هم ما يطلق عليهم المراقبون بأنهم الجيل الذي ولد في منتصف التسعينيات وحتى الألفية. هذا الجيل كان متواجد يطرح رؤيته بقوة، المشاكل التي يعانيها، التحديات التي واجهها، وكيفية تعاطيه مع أجندة مصر الدولية التنموية 2030. وأيضا من ضمن الأجيال الموجودة هنا والتخصصات المختلفة التي تشهدها النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، المستشار خالد رضا الله وهو أحد شباب رجال الأعمال المشاركين وأحد المشاركين في النسخة الرابعة، وبالتأكيد هو لديه وجهة نظر فيما يتعلق بكيفية أن يكون هناك تواصل ما بين الأجيال المختلفة وإعطاء الآراء ما بين الأجيال المختلفة للخروج بتوصيات قوية جدا يشهدها النسخة الرابعة إن شاء الله لمنتدى شباب العالم. أهلا بحضرتك يا سيادة المستشار خالد، ويعني في البداية كيف ترى أجندة النسخة الرابعة وتفاعلكم معها خلال منتدى شباب العالم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضرتك وأهلا بكل مشاهدين تلفزيون المصري. في البداية أنا بوجه رسالة شكر وتقدير للدولة المصرية والقائمين على تنظيم هذا المنتدى، لأن ده تحدي من ضمن التحديات اللي مش موجودة في أي مكان في العالم، أن أنت تقيم منتدى بهذا بالكم والأعداد التي توافدت من أكثر من 196 دولة من العالم في ظل الظروف اللي بيمر بها العالم كله وعدم انعقاد اي جلسات او اي اجتماعات او اي مناسبات اجتماعيه موجوده في العالم، فان النهارده ان احنا نقيم منتدى بهذا الكم وهذه الاعداد وهذا التنظيم فهو ده تحدي للدوله المصريه وقدرت انها تنجح وقدرت تقدمه. بالنسبه لاجنده المنتدى والفعاليات اللي تمت بدايه من ورش العمل اللي ابتدت من يوم السبت من قبل بدايه المنتدى بيومين، ورش العمل وتناولها رياده الاعمال وبعض الجلسات الاخرى المهمه جدا، رؤيه 2063 والتطلعات الاقتصاديه لافريقيا، حياه كريمه وما قدمته داخل هذه التجربه داخل الوطن داخل مصر، وكيفية ان احنا ازاي ننقل التجربة دي للدول نفيد بيها العالم ونفيد بيها شباب العالم ونفيد بيها الدول التي تحتاج هذه التجربة ونقل خبراتهم
الخبرات المصريه لهذه الدول، وازاي ان احنا نقدر كشباب من كافه الجنسيات او من باختلاف الثقافات المختلفه نتحد ونتفق على توصيه في نهايه ورشه العمل ان احنا نقدمها لاداره المنتدى انها تتطبق سواء داخل مصر او خارج مصر. منتدى شباب العالم اصبح منصه دوليه يتنافس اليها او يجري من اجلها الشباب للحصول على فرصه للمشاركه. ما هي ورش عمل اللي شاركت فيها او الجلسات اللي انت كنت مشارك فيها بقوه؟ ورش عمل اللي انا شاركت فيها كان حياه كريمه، كان ورشه عمل عن رياده الاعمال، كان في ورشه عمل عن افريقيا والحوكمه. ورشة عمل الأكثر جذبا وهي كان حياة كريمة وما قامت به هذه الفكرة وهذا البرنامج وما تم تقديمه داخل الدولة المصرية، وشرح لنا من الشباب واللجنة المنظمة الحياة كريمة اللي موجودين. ربوع مصر كلها أصبح فيها حياة كريمة موجودة. حياة كريمة هي بألف ألف باء من حقوق الإنسان، إن الإنسان يلاقي حياة كريمة يعيشها. فالدولة المصرية قامت بكده. إحنا كان معنا شباب مشارك من كافة الدول وخاصة الوفد الإثيوبي اللي كانوا موجودين. اتفاجئنا إن هم بيتكلموا بيطلبوا يعني عايزين خبرات المصريين تروح عندهم، لأن هم بيقولوا اللي موجود ده إحنا ما نسمعش عنه حاجة. ومن ضمن المفاجآت اللي الشباب كان بيتكلم عنها يعني ده حاجة برضو يعني على هامش المنتدى، إن هم ما يعرفوش حاجة عن اتفاقيات حقوق المياه. يعني ما فيش شباب موجود بشارك عنده 28 ل 30 ل 35 سنة موجودين ما يسمعوش عن حاجة اسمها اتفاقيات المياه. معروفين في 4 اتفاقيات دولية تمت قبل كده. فدي من فوائد المنتدى انك بتشرح بتفهم الناس او بتنقل لهم اللي هي ممكن نقول عليها مشاكل، بنقول لهم افكار ورؤى. الشباب استفاد جدا من المشاركه. كان في برضه بالنسبه لشباب رجال الاعمال ورياده الاعمال اللي موجوده في بعض الناس المشاركين من سواء كانوا وفود عربيه او وفود اجنبيه، النهارده احنا لما بنطرح رؤيه مشروع استثماري كل بيشارك فيه في صياغته بنشارك في ورش العمل فبنناقش. يعني النهارده لو موجود عندي مجالات استثمار داخل الدوله المصريه وانا بقدر اعرضها واجذب ليها استثمارات اجنبيه فهو ده النهارده ده نجاح. ان المستثمر اللي هيجاي من بره مش جايبه وجاي العماله بتاعته معاه، لا جايب مهندس ولا عامل ولا سواق ولا محاسب، لا ده هو جايب فلوسه بس هيستثمر جوه البلد. فده هيخلق فرص عمل للشباب المصري وهيخلق فرص عمل لكافه الاطياف المصريه اللي موجوده داخل المجتمع. ما هي دي الافكار البناءه اللي اقيمه من اجلها المنتدى. يعني شكرا جزيلا مستشار خالد رضا الله احد شباب المشاركين في هذا المنتدى. تأكيد مستمرين مع حضراتكم في فعاليات هذا المنتدى وجلسات العمل إن شاء الله هتنقل على الهواء على شاشة النيل الأخبار، وبتأكيد إحنا هناك متابعات خاصة بهذه الجلسات وبالأنشطة المختلفة التي تشهدها النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم. أعود إليك من جديد محمد البولك.